صباحكم نور أعزائنا ومتابعين على صفحتنا نورسات الأردن وتلفزيون نورسات وتلفزيون تيلي لوميير. نصب عليكم أنا والأب جورج شرايحة. صباحك خير يا أبونا. صباحك ورد. ومنحييكم، نتمنى حلقتنا اليوم تنال إعجابكم. بالبداية بحب أعتذر منكم عن التأخير بسبب مشكلة فنية بالإنترنت، فبعتذر منكم. فإن شاء الله بنكمل حلقتنا بالوقت المتبقي للحديث عن موضوع مشيئة الله في حياتنا. فقبل ما نبلش بموضوعنا ناخذ البركة يا أبونا. نعم، أسعد الله صباحكم جميعا، صباحكم نور. بما أننا بنحكي عن مشيئة الله بحياتنا، أجمل صلاة هي الصلاة اللي علمنا إياها يسوع، الصلاة الربية اللي بتحكي عن مشيئة الله. أبانا الذي في السماوات، لتكن تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشر. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين. آمين آمين. شكرا يا أبونا، وإن شاء الله تتحقق دائما مشيئة الله في حياتنا لخير حياتنا والخير. دائما كل الأشياء تعمل دائما للخير، فخير ربنا ومشيئة ربنا تعمل في حياتنا، ونكون واثقين أن هذه المشيئة هي لصالحنا ولخيرنا في النهاية. وطبعا ربنا شو بده بالنهاية؟ هو بده يجذبنا للملكوت ويكسبنا للسماء، فهذه مشيئة الله الكبرى. فقبل ما نتحدث وندخل في الموضوع، بحب أنوه على موضوع أنه الآن الكنائس، المحاكم الكنسية الأبرشية بطريركية القدس عم تعقد مؤتمرها القانون الكنسي السنوي 11/2024 في موفنبيك في البحر الميت، بالحضور عميد محكمة الروتا الرسولية بروما، من روما، ومن أجل العنوان ثقافة نحو ثقافة قانونية كنسية، الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية ودورة قضاة المحاكم الكنسية الكاثوليكية في البلاد العربية، مؤتمر القانون الكنسي أيضا للمحامين، وورشة العمل الأولى للأخصائيين النفسيين والعاملين الاجتماعيين. وهذا رح يتم من يوم الأحد، طبعا تم الافتتاح قبل يومين للقضاة فقط، للكهنة وللمحامين والقانونيين، ل 28/7، من 21 ل 28/7. فالمواضيع اللي رح يتم التطرق إلها أنا بحب أستعرضها علشان تعرفوا لكنيستنا الكنائس الكاثوليكية شو عم تبحث بهذه المؤتمرات، وهي المواضيع اللي بتبحث فيها واللي بتدرسها، والمحامين اللي عاملين في قطاع المحاكم الكنسية ماذا يتعلمون أو يدرسون أو يدركون. ففي الجلسة الأولى اللي بيديرها الأب إيميل صلايطة، العنوان الجلسة قصر الحياة الزوجية وانعدام خير الزوجين. هذه محاضرة سوف يقدمها رئيس الأساقفة تشيديلو عميد محكمة الروت الرسولية. والجلسة الثانية اللي بيديرها الأب جهاد شويحات، موضوع التلجئة الضمنية في إرادة التعاقد. هلا أكيد المصطلحات هذه بفهموها المحامين والقضاة بهذا القطاع. طبعا تقديم الأباتي أنطوان راجح. وأيضا جلسة لقضاة الكنيسة القبطية والأرمنية والسريانية مع رئيس الأساقفة تشيديلو عميد محكمة الروتا الرسولية. وأيضا هناك جلسة رابعة بديرها الأب مجد السرياني، حق الدفاع عن النفس والمناكفة العكسية، تعطيل سير المحاكمة معناتها المناكفة العكسية، وهي تقديم المونسنيور بروفيسور فيسكومي قاضي في محكمة الروتا الرسولية. وأيضا جلسة بديرها الأب شوقي بطريان، وحدة الفقه الكنسي من خلال محكمة الروتا الرسولية. والجلسة السادسة اللي بيديرها الأب الدكتور همام خزوز، العدالة والإنصاف والمعايير الأدبية للقاضي الكنسي.
وتقديم الأباتي أنطوان راجح، وأيضا هناك الجلسة الثامنة جلسة حوارية يديرها الأب إميل صلايطة عن المتحولون جنسيا، حق عقد زواج، حالات الشذوذ الجنسي، إعلان البطلان، وهي جلسة حوارية مع رئيس الأساقفة تشدلو عميد محكمة الروتا الرسولية. وبالنهاية العشاء أهم شيء. جلسة التاسعة مدير الجلسة الأب دكتور أكتم حجازين، موضوع التأجيل المؤقت للإنجاب والرفض اللاحق مبطل أم لا. وهذه الجلسات طبعا بيقدموها قضاء من متخصصين في محكمة الروتا الرسولية. والجلسة العاشر راح تكون جلسة عامة لجميع القضاة للتشاور مع رئيس الأساقفة تشدلو عميد محكمة الروتا الرسولية في أمور عامة تخص الشرق الأوسط. فهذا المؤتمر وهذه العناوين الدورات اللي راح ياخدوها في هذا المؤتمر، أنا حبيت إنكم تطلعوا عليها لتأكيد موضوع التشاركية ما بين الكنيسة والمجتمع المسيحي، إنه المؤسساتنا القضائية والكنسية اللي كان الناس تقول إنه ما بحثوا بهذا الموضوع، ما حكوا بهذا الموضوع، ما قالوا عن هذا الموضوع، فإنه المواضيع هذه إنه الكنيسة تبحث فيها وبتلاقي أكيد حلول وبتستشير، وبيجوا طبعا رؤساء المتخصصين في الفقه الكنسي أو الفقه القانوني الكنسي الملائم واللي احنا بنطبقه في تعاليمنا الكنسية بما يتلائم مع تعاليمنا وعقائدنا الكنسية ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية. نعم. اللي عدونا نتعامل. طبعا في نهاية الدورة بياخدوا شهادة القضاء اللي حاصلين على يعني اللي بحثوا في هذه وحضروا هذه الدورات، فربنا يوفقهم في هذا المؤتمر، وإن شاء الله قريبا نستضيف في أحد برامجنا من الأباء اللي شاركوا في هذا المؤتمر للحديث عن مخرجاته، للحديث عن كيفية سير عمل المؤتمر وكيف تمت. فبالنسبة هذه لنشاطاتنا، طبعا نشاطاتنا مستمرة، احتفالاتنا كانت المرة الماضية بعيد مار شربل بالكنيسة المارونية، وأيضا نشاطات الشبيبة خاصة في الصيف تكتر هاي النشاطات والمخيمات والمخيمات الطلابية، وأيضا الرسمات كمان هناك في الكنائس المختلفة. وأعيادنا القديسين مستمرة أيضا في حياتنا وفي مجتمعاتنا. وبالنسبة لموضوعنا اليوم نتحدث عن مشيئة الله ومشيئة الله في حياتنا. يعني احنا بدنا نركز اليوم مش مشيئة الله ومشيئة الإنسان والفرق بين مشيئة الله ومشيئة الإنسان، أو نقعد نجادل إنه هل في تعارض، هل مشيئة الله غير مشيئة الإنسان، هل يسير الله حسب مشيئته هو أم مشيئة الإنسان. عفوا، فهذه يعني التفرع في هذا الموضوع، وفي مواضيع كثيرة بموضوع المشيئة، لكن اليوم معلش راح نركز على مشيئة الله في حياتي أنا كمؤمن مسيحي. الله شو بده مني أنا يعني كإنسان؟ فمشيئة الله في حياتي كمؤمن ما هي؟ مش مشيئة الله للكون، مشيئة الله للعالم، مشيئة الله لجميع البشر والناس على مختلف أشكالهم واختلاطاتهم واختلافاتهم وثقافاتهم، ما رح نبحث بهذا الموضوع. موضوع بدنا نبحث عن مشيئة الله في حياتي أنا. فالموضوع أبونا إذا بتحب أنت. نعم. فمقدمة يعني كدكتورة كمقدمة لاهوتية، بحاجة الإنسان كل فترة، الإنسان الناضج، الإنسان الروحاني، الإنسان اللي ماشي مع ربنا، بحاجة كل فترة لا يفحص ضميره. نعم. لا يفوت لأعماق نفسه. نعم. ويعمل هذا الميزان بين ما بيشوفه هو ماشي بحياته وما بين مشيئة الله. نعم. تعالى بحياته. لو حكينا بالبدايات شو هي مشيئة الله بحياة الإنسان، هي مشيئة الله أول إشي إنه خلقه، هاي مشيئته،
وثاني شغله واهم شغله انه خلقه ليكون حسنا جدا وراء الله عندما خلق بسفر التكوين عندما خلق الانسان انه حس يعني شافه انه هذا الخلق حسن وحسن جدا يعني كمان التركيز على انه يكون الانسان بي 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 باحسن صوره على مثال مين؟ على مثال الله. واحنا بنحكي كلمه الله مين هو؟ يسوع المسيح. احنا كبشر شفنا يسوع يعني خلينا نقول البشريه مش انا كابونا جورج. احنا يعني يسوع لما تجسد راح الحاجز انه احنا نعمل تصورات وخيال لصوره الله في حياتنا، لا هي صوره الله تجسدت وصرنا نعرف ايش هو المطلوب من خلال شو؟ من خلال الكتاب المقدس. بنعرف انه هذا اللي بصير مشيئه الله ولا مشيئتي الشخصيه لا يتعارض مع الوصايا، الوصايا العشرة لا يتعارض مع أمثال يسوع، مع تطويبات يسوع. بقارن أنا وبشوف بعمل إشي وبقول هيك الله بده، لا مش دائما هيك الله بده. بدنا نميز شو المسطرة، أداة القياس، المسطرة اللي بقيس فيها أنا هي الكتاب المقدس. بشوفه ماشي على 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 ضوءه. أنا مخنوق متضايق خلص، لما بكون بدي أزعق يعني خلص الشخص اللي قدامي بدي أأذي عشان أحطه أوقفه عند حده. هيك العلم بحكي، المنطق بحكي إنه حب نفسك دلل حالك كذا. لا بيجي الكتاب المقدس ما بحكي لك، لا بحكي لك تضحية، بحكي لك تحمل، بحكي لك الأسرار تحافظ عليها. مش كل ما دق الكوز بالجرة مثل ما بيقولوا بدي أنا أخرب الدنيا كلياتها وأخرب علاقاتي مع عمي مع خالي مع أصدقائي مع كذا عشان صار في خلاف على الميراث عشان صار في خلافات عالية. أنا بحكي الله بده ياني إني أنا أكون قوي. لا يا حبيبي، الله معطيك تعليم الكتاب المقدس، مشيئة الله ما تبحث عنها على السوشيال ميديا، ما تبحث عنها مع التعليم البوذي، ولا تبحث عنها عن تعليم تنمية الذات وتنمية القدرات، وهي كلها أشياء بتعزز للمسيحي. أنت في عندك الأساسي الآن، هلأ أنا بحط الأساسات وفوق عملت الروف شو ما حطيت عليه براكولا، حطيت عليه تجميلات، هاي الأشياء مش غلط، ولكن الأساس هو الإنجيل. ما يتنافى مع الإنجيل هذا شيء خطير جدا. اليوم بنشوفه، احنا بنشوف اشياء قاعده حتى بتدخل على الكنيسه، بتدخل علينا احنا ككليروس، عم تدخل على في 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 تعاليم بتدخل قاعده بتخوف بتخوف. عم نسمع يعني الحمد لله الكنائسنا بالشرق الحمد لله يعني بعد في عنا العادات والتقاليد بالمجتمع بتساعد على ارساء القواعد الاساسيه، ولكن الانفتاح بالكنائس الغربيه اليوم بنشوف التمارين اليوغا اللي قاعده بتنعرض ببعض الرياضات الروحية بتخوف، لأنه إحنا في عنا تأمل ميتافيزيكي، في عنا تأمل تجاوزي، في عنا القديس إغناطيوس أعطانا كثير من الأسس اللي بتعلمنا كيف نتأمل ونكتشف مشيئة الله تعالى في حياتنا. إذن مشيئة الله موجودة بالكتاب المقدس، على ضوءها أنا بصير أعرف مشيئة الله ولا مش مشيئة الله. وبعد وقت حضرت إذا بتعطينا الوقت الكافي ممكن كمان نميز بين مشيئة الله، في مصطلح مستخدم كثير بالبلاد العربية اللي هو القضاء والقدر. نعم نعم أبونا. أبونا في مشيئة الله في حياتنا ذكرها القديس، أولا التلاميذ كلهم كانوا طبعا يتراسلوا مع القديسين الأبائنا الأولين في الرسائل اللي وضعوها. ففي رسالة إلى القديس بولس إلى أهل تسالونيكي يتحدث عن هذا الموضوع بشكل واضح وصريح تفصيلي، اللي هو مشيئة الله في من جهتكم. يعني كانوا يتساءلوا ماذا يريد الله منا، ما هي مشيئة الله منا بالضبط. انا هذا كمؤمن هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. بولس الرسول بعت رسالة جدا جميلة وانا بحب اقرا منها، اللي هي من 5-14 نعم من 5 ل 14 ل 24 5-14 ل 24. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة، انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء،
تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحدا أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. آمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة، صلوا لأجلنا، سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين بنعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين. هذه آمين. الرسالة كاملة كما قالها وأرسلها إلى أهل تسالونيكي القديس بولس الرسول. إذا بدنا نيجي أبونا نفسر أو نفند الرسالة، في بدايتها يدعو إلى أنه التعليم، التلمذة، ربنا حكى للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا وعمدوهم باسم الأب والابن. إذا التلمذة أو التعليم، هون بولس الرسول يتبع مشيئة الله، بيتبع تعليم يسوع المسيح لإلهم، وصيته لإلهم بالتلمذة. فموضوع التعليم أبونا، لما ذكر بولس إنه أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، مين اللي بتعبينا أبونا، ومين اللي عم بيدبر حياتنا، ومين اللي أحيانا ينذرنا؟ يعني إحنا لما بنتطلع مين حوالينا عم بيعلمنا، عم نتلمذ على يد مين؟ فمنشوف إنه عم نتلمذ على يد أبائنا بالعيلة بالبيت، نتلمذ وهم ماخدين التلمذة أو التعليم من أبائهم، من نتلمذ بالكنيسة، من الكهنة، من الخوارنة، من المؤمنين، نتلمذ من خلال قراءاتنا للكتاب المقدس لحياة القديسين. بالزبط. ومنتبع مسيرة حياتهم، هكذا نحن نتلمذ. فبقولنا القديس إنه اعرفوهم، اعرفوا مين عم بتلمذكم، مين عم بيعلمكم، مين عم بيدبركم، مين عم بتعب عليكم، مين عم بينذركم. حتى الانذار، يعني لما الكنيسة تنذر المؤمنين، ما تفعلوا هيك، اعملوا هيك، اعملوا الصالح، ما تفعلوا الشر، دائما امتحنوا كل شر بصيبكم، ان تعتبروهم كثيرا انكم تحترموهم. هدول الاشخاص اللي عم بتعبوا عليكم بالتعليم، احترموهم، يعني حبوهم واحترموهم واسمعوا كلامهم في المحبة من اجل عملهم، لانهم عم بيعلموكم. فسالموا بعضكم بعضا، نطلب إليكم أيها الإخوة، انذروا الذين بلا ترتيب. يعني في كتير أبونا مؤمنين ماشيين بهالحياة، ماكلين شربين نايمين فقط لا غير، ما بيعملوا ولا إشي، لا بيصلوا، ولا حياتهم الروحية ممتلئة من معرفة أو من علم أو من أي تعليم مسيحي لإيمانهم. فعلينا نحن إنه إيش أبونا، ننذرهم وبنفس الوقت نشجع صغار النفوس، لأنه هون عم بيحكي بقول لك انذروا وشجعوا. انذروا اللي عم بيمشي بلا ترتيب ولا بلا هدى ولا بلا تعليم، وشجعوا صغار النفوس اللي نفوسهم أو إيمانهم ضعيف، شجعوهم إيمانهم ضعيف أو واقعين في الخطيئة، خايفين، مش قادرين يقربوا من ربنا، نشجعهم لا، ربنا رحيم، ربنا غفور، قرب إله، هو بيسامحك، هو بيغفر لك، فهو بيحبك لأنه بده إياك لإله. أسندوا الضعفاء وتأنوا على الجميع، يعني الإنذار والتشجيع والإسناد والتأني، يعني تعاليم رائعة جدا أبونا بموضوع التلمذة. يعني لازم كل معلم أو كل مدرب أو كل إنسان عم بيرشد أو عم بيوعظ، كل كاهن بيوعظ، لازم ياخذ هذه الصفات، الإنذار
من الخطيئة وشر الخطيئة، بنفس الوقت انذار مع تشجيع صغار النفوس والإسناد، تسندوا بعضكم بعضا، تسندوا الضعفاء وتتأنوا على الجميع شوي شوي بالراحة عليهم، بالراحة على الناس لما بتعلمهم. أبونا كثير في المنابر اللي احنا مثلا بنطلع فيها لنحكي منعلم أو نرشد أو نحكي تعليم أو آية منفسرها أو مواضيع منختارها، في بعض الأشخاص أبونا بس بيحضروا هذه المحاضرات أو هذه البرامج فقط من أجل الانتقاد، ينتقدونا. قديش إجانا انتقاد على حلقة الشفاعة والشفاعة القديسين من أشخاص ما بيأمنوا بالشفاعة وبيأمنوا بالعلاقة المباشرة والآخرية. بغض النظر يعني نحن كمؤمنين، وعلقوا علي بموضوع أنه أنت روح على الشخص اللي بترتاح له، الصديق اللي بترتاح له. لما بقول أنا بروح على القديس اللي بترتاح له وأطلب صلي معاه، صلي أطلب صلاته لإلك أنه يحمي كذا، مش معناته يعني أنا قلت أنه هذا الشخص أنت بترتاح له، هذا الشخص روحاني مشي حسب مشيئة الله وحسب اقتدى بيسوع المسيح وتعليمه وطلع على السماء بالظواهر اللي عم نشوفها بالعجيب اللي عم بعملها، بغض النظر مين هو هذا القديس. فأنا مثلا بكون إنه بحب هذا القديس، دائما بصلي سيرة حياته، بشوف إيش عمل بحياته، بحاول أقتدي فيه. ليش؟ لأنه وصل السماء هو، وأنا بدي أوصل السماء مثله، فبدي أمشي زيه، بدي استرشد من اللي كيف عمل هو، بدي اعمل زيه. زي طبخاتنا يعني، الحيان اللي احنا بنطبخ بنتعلمها كيف يعني، حسب ما اكلناها عملتها امي وعملتها ستي من قبل، كيف تعلمتها. فهذه هي، مش معناته انه لا الشف اللي اخترعها، مين اللي اخترع الطبخة، بدي اروح على الشف اللي اخترعها. يعني نحن بنتعلم من بعض، وبنشوف برسائل القديسين بقول لك انه احترموا اللي بيعلموكم واللي بيدربوكم اللي بيفهموكم اللي بيرشدوكم اللي بينذروكم، فاحترموهم واعتبروهم انه هدول اشخاص لخدمتكم عشان بالنهاية مشيئة الله تتحقق فيهم. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لان هذا هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لما قلنا احنا حلقتنا اليوم بدنا نحكي مشيئة الله من جهتي انا، ايش هي؟ افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لان هذا هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ما تضلكم تطفئوا الروح بحياتكم، ما تحتقروا النبوات اللي كانت في الكتاب المقدس، اللي التعليم اللي عم نتعلمه واللي أخذناه واللي نحن ورثناه. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، أي شيء بيجيك صالح أو مش صالح امتحنوه، شوفوا أنه هذا خير أو مش خير، مش تاخذوا كل شيء يلا مسلم به، لا امتحنوا كل شيء. تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر. هل امتنعوا عن الشر؟ أوكي، لكن شبه شر يعني إذا أنت في عندك يعني شك انه هذا شر ولا مش شر، امتنع عنه. مدام عندك هذا الشك امتنع عنه، فهوني بيوصيك بقول لك امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه، بالنهاية إذا انت عملت كل هذا الشيء إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ويحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملا بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. آمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعله أيضا. فموضوع مشيئة الله أبونا يعني بهذه الرسالة لما بتتمعن فيها يعني واضحة جدا، شو الله بده مني أنا، إيش بده مني أنا. نعم بالضبط، مثل ما فنتيهم حضرتك برسالة القديس بولس لأهل سالونيكي، يعني في ركائز أساسية نبنيها طوبة طوبة، نبنيها بأساس متين وأساس قوي. وهي النعم اليوم بعرض لنا إياها القديس بولوس، إنما تدوم النعم بالشكر، وبركز نعم. هنا بالرسالة على أن نشكر ربنا
بالزمانات كنا بالسيمينير بعدني انا مبتدئ، ففي سياره عند واحد من الاباء صافها ببيروت، كنا في محل رجع ما لقاها انسرقت السياره، فبيقول له الابونا المعنى نقول له اشكر الله، عصب قال له ايش اشكر الله السياره انسرقت، قال له اشكر الله انك انت ما كنت بالسياره لما انسرقت، كان خطفوك معاها، وتعرف الوقت الحرب كان في خطف كثير بلبنان وهيك، ففكر فيها هيك بعد ما هيدي وهيك، قال نشكر الله انه فعلا سرقت سيارة وانا مش موجود فيها. فمرات احنا ما بنقدر نشكر الله على شغله بنشوفها يعني تحصيل حاصل اوريدي هاي كذا، وخصوصا بتربيتنا وتعليمنا للاولاد بيشوفوا في اشياء مسلمات انه اهلهم وفرينهم واحد اثنين ثلاثه هيك، بس جميل جدا انه يشتركوا الاولاد مع بهاي الجروبات الشبيبه والجمعيات والكذا، لما بيلفوا على البيوت وبيشوفوا الناس لا انه مش الكل مؤمن بهذه الاشياء اللي انت مؤمن لها، تعالوا بابا بالصوم، تعالوا بابا بمناسبه، خلينا نمتنع عن الاشياء هاي. مين اليوم بيقدر يمون يطفي النت لمده ساعتين في البيت؟ شو بيسووا فيه الاولاد في الاهل؟ قديش يقدروا يتحكموا بهاي الاشياء؟ هذا كله بيعطينا جو صافي لنعم ربنا تنفهم انه هاي هي مشيئته، هو هيك بده ايانا، بده ايانا نسالم بعض، بده ايانا نقلل المشاكل اللي حكيتيهم كلهم، هدول بنعمل عليهم مش حلقه، بنعمل عليهم ماده كامله، محاضرات، سلسله محاضرات عن يعني كل نقطه فيهم ممكن ينعمل عنها حلقه كامله، هاي هي مشيئه الله. بس احنا مش دائما بتعجبنا مشيئه الله، لماذا؟ ليش ما بتعجبنا؟ لأنه نظرنا محدود، إحنا شايفين هلا، بس هو شايف للعمر كليات وشايف حياتي كل. طيب أنا بسلم حياتي لشخص بفهم هالقدي ولا شخص فاهم مستقبل حياتي كلياته؟ يعني أوكي أهلي، أوكي أبوي، أوكي الناس اللي بحبهم، الزوجة العيلة كلياته، ولكن في أعظم، في أعظم، في سرمدي، في إله لا محدود عنده كل العلم كلياته. طب بدي أثق فيه؟ أنا بطلع بطيار بسلم حياتي لإنسان أحياناً مش إنسان، طائر الآلي بيكون الطيارة قاعد الكابتن والطيارة ماشي آلياً، واليوم بنشوف قديش في أشياء إحنا بنثق فيها وبنسلمها. لما بتروح الصبية عند الطبيب التجميل بتثق فيه هي إنه راح يعملها عملية تجميل. طب ولو أنا بنثق في أشخاص بشر وأنا مش واثق بربنا بمشيئته وبنخاف بنقلق، بدنا إيش الأشياء تكون واضحة. هاي مشكلة الإنسان، هو قلق الوجودي، القلق الوجودي عن هاي الأشياء اللي بده يشوف لقدام، بده يعرف كل إشي. طب ما انت بتمشي مغمض مع دكتور، بتمشي مغمض بطياره، بتمشي مع ربنا ما بدك تمشي مغمض. هون ما يعني حقيقه مؤلمه موجعه انه يعني عن جد خلينا نتعلم الثقه. طب ما عندك هوستر طويل عريض، قديش صار الواحد عمره بيكون مع ربنا؟ ما مرق عليك واحد اثنين وثلاثه، ما صارت الحياه فيها قسوه، فيها الم، مش كلها الحياه سعاده. يعني في اشياء كثير، مشاريع كثير بالحياه بفكر الانسان انه مقبل عليها، انه بده يعمل، بده يغير، لما بيحصل على الأشياء بيحس إنه عادي. يعني من يصير عمرنا 18 سنة الشاب أو الصبية بيكون حلمه يقطع الرخصة، بأخذها يجيب سيارة حلوة بيجيبها، بعد ما خلص الجامعة بده شغل بزنس منيح، بعدين بده يتجوز، مش هذا الزواج اللي كنت أنا أفكره إنه واو، الشغل هذا مش هذا اللي كنت أنا أفكره واو. في أشياء كثيرة فاقد الشيء هو اللي بيدور عليه. بيجينا جان باول اليسوعي الأب اللاهوتي العظيم يقول لك السعادة الحقيقية هي التي تنبع من الداخل، وكل ما بيجيك من الخارج هو لذة آنية مؤقتة، بتعطيك ساعات، عدد ساعات لا تتجاوز 24 ساعة، حفلة حلوة، قاعدة حلوة، طلعة، سفرة، وين ما أسافر بدي أرجع، وين ما بدي اطلع بدي 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 بدها تنتهي اللذه لانها مؤقته. ولكن السعاده الصح اللي انا لما بطلعها، لما انت بتسعدي الناس حواليك بتحسي بهذا، صدقيني يعني اكثر من ما هو مستنفع. احنا بنستنفع لما احنا بننبه، لما بحكي لك باسيلوس
بيركز على الغبطة في 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 العطاء وأكثر من هي بالأخذ. وكثير القديس بولس بيركز عليها وبيحكي إنه يسوع حكاها، مع إنه بالأناجيل هي مش ذاكرينها 100%. فهاي كلياتها لما بتريح الإنسان نفسيته. ليش قلقاني؟ ليش خايف؟ ليش مضطر؟ لأنه مش قابل في مشيئة الله بحياتي. نعم يا أبونا، مشيئة الله في حياتنا، لما أقبل كل شيء يحصل لي أنه هذه مشيئة الله في حياتي، وثقتي في ربنا كبيرة، بالنهاية رح أوصل. يعني مثل ما أنت تفضلت قلت أنه أنت بتطلع بهالطيارة اللي قاعدة عم بتحلق فيك في الهواء وهذا الفراغ، وكلك ثقة انه هاي الطيارة رح تطلع وتقلع وتوصلك لبر الامان. يعني لو نسلم حياتنا لربنا انه ونمشي حسب ما هو، لانه الطيار فيها كابتن، والكابتن بيمشي حسب تعليمات ولوحة تحكم، وبيمشي حسب القانون وحسب الهاي، لانه غلطة واحدة اذا ما مشي فيها رح يدهور الطيارة وباللي فيها طبعا. فبيمشي حسب التعليمات وحسب القوانين المحطوطة. لو احنا كل شخص ابونا بيسلم قيادة هذه السفينة لربنا، وأنه ربنا عم بيقودنا، ونحن نسلم أمرنا لربنا، حياتنا تختلف، سعادتنا بتصير واضحة على حياة على بحياتنا. سلامنا، لأنه منعيش هذا السلام الداخلي، أنه أنا مش هكلاني هم أي إشي عم بيصير، أي مشكلة عطارق، أي مطب هوائي طب بهالطيارة، أي صار خلل بداخل الطيارة، مش مهم، الكابتن موجود وقائد هذه الطائرة، أنا أسلم له وبكل ثقة قيادة هذه السفينة، ورح يوصل فيي بالنهاية لبر الأمان. هلا مزبوط، هلا في ناس أكيد من اللي عم بتشوفني تقول لك في حوادث بتصير بالطيران، لكن حوادث الطيران لأنه الكابتن او خلل فني. هلا في كابتن ما سلم، بس بين ما سلم ولا اتبع التعليم. فاحنا لا، بدنا نكون ربنا نثق فيه 100% ونمشي حسب مشيئة الله في حياتنا. بس اعرف انا كانسان، كباسمة، كابونا جورج، الله شو بده مني؟ انا بدي اتعلم، بدي اعرف كلمة الله شو بده مني، بدي اعرف تعاليم ربنا كلها من الكتب، من مسيرة القديسين، مسؤوليتي نحو الآخرين ودعوة التوبة دائما والخلاص. أنا مسؤوليتي إيش كمان؟ يعني مسؤوليتي إني لما يصير في أي مشكلة، لما بيصير في أشوف أي خطأ، وأنا كإنسان ممتلئ من النعمة وممتلئ من الروح القدس، أرشد الآخرين، أكون بهذه، أتحمل هذه المسؤولية، كمان أرشد الآخرين إنهم يعرفوا ربنا من كل واحد من منبره، الكهنة من منابرهم، المثقفين اللي دارسين اللاهوت، اللي ماشيين حياة ممتلئة بنعمة ربنا، انهم يرشدوا هالناس اللي على الطريق، يرشدوا الناس اللي ماشيين بتوهان، ليرشدوا لكلمة الله. عادي كمان مسؤوليتي انا بوضعها القديس بولس برسالته كمان، انه نكون مسالمين مع بعض، سالموا بعضكم بعضا، نكون بسلام، نعيش مع الآخرين، ما نضلنا نعمل الشر ونعمل الفتن ونعمل المشاكل، دائما نعيش بسلام بغض النظر مع مين اللي قريبي. قريبي ما حدده ربنا، فسالموا بعضكم بعض. داخلي أنا شو شكله؟ أنا مع نفسي عم بعمل شو؟ يعني دائما أسأل حالي إنه أنا داخلي، أنا شو إيش، كيف أوصف داخلي؟ هل داخلي خير؟ هل داخلي صفاء؟ هل داخلي نقاء تجاه نفسي وتجاه الآخرين؟ أنا مع نفسي شو عم بعمل؟ دائما في كل برامجنا عم بقول راجع نفسك، أنت شو عم تعمل مع نفسك؟ راجع قلبك، افحص قلبك، شوف أنت هل عايش ضمن تعليم ربنا؟ ودائما إحنا لعنا الخوف، هل الخوف مش من الرعب أو شيء، الخوف دائما إني أعيش أو أكون بمخافة ربنا، أمشي بمخافة ربنا بحياتي. فمش إنه موضوع الخوف إني أضلني مرعوب مش قادر أتحرك، أضلني مكاني منطوي على حالي إني خايف، مش هذا الخوف اللي عم بحكي ربنا أو بحكي كمان برسالته القديس بولس. الخوف إني أكون دائما خايف من الخطيئة،
خايف من حدوث الشر، لما بطلع عليه أو شبه شر، يعني كلمة شبه شر هذه وقفت عليها كثير، إنه أحيانا نعم بنوقع بتساؤل، هل هذا خير؟ هذا مش خير، هذا ممكن يكون خير أو هذا مش شر، فبقول لك مجرد التساؤل خير أو شر ابعد عنه. عشان لا. لا إذا كان شر توقع فيه بالزبط. إذا كان خير يا سيدي راح عليك بالضبط. وأنا بضيف عليها شغلة تانية كمان بسميها كمان شبه شر، لما أنحط بموقف أني أنا قادر على أني أعمل خير وما أعمله، نعم كمان هاي شبه شر. نعم صح ولا لا؟ نعم يعني فيها وجهة نظر. نعم. يعني بقدر أساعد وما بساعد. نعم. لسبب كسلي، لسبب لا نمتنع عن عمل طف. الخير يعني دايما إحنا عمل الخير سباقين إله أبونا، فعمل الخير دائما احنا مفتوحين لعمل الخير، لكن هو لما بيكون في عمل يعني رح يؤدي الى اقع في خطيئه، انه جائز انه هذا المكان اذا دخلته ممكن انه اوقع في خطيئه، لاني مش عارف هذا المكان مثلا ايش فيه، او مثلا في مشكوك بامره هذا المكان، وادخل عليه ممكن انه يصير في اغراءات او شيء يوقعني بالخطيئه، فعشان هيك يعني ما ادخلش اماكن مثلا مش عارف ممكن ايش هي، يعني اكون دائما بكل تصرفاتي متاكد من انه هذا خير ام هذا شر، فكلمه شبه شر يعني مش انه اقول لك انه امتنع عن الشر، امتنع عن كل شبه شر. شبه يعني شر لأنه يعني هذه وصية جدا رائعة. فموضوع التعليم التلمذة يعني برسائل إذا بدنا نفندهم للقديس بولس في هذه الرسالة، إنه نتلمذ بهذه الطريقة، لأنه هاي وصية يسوع تلمذوا، عم بيحكي ووصى القديسين ووصى كل أبائنا الكهنة ما بعد القديسين بالتلمذة، الاستمرارية التعليم، الاستمرارية بالتعليم. انت مش راح تخلق واخذت العماد وهالمناولة وقعدت ومين بده يتلمذك، مين بده يعلمك، مين بده يدرسك، مين بده يدربك، مين بده يرشدك، فانت لازم عم بيقولوا انه اعتبروهم، كلمة اعتبروهم يعني احترموهم هدول اللي علموكم، يعني يكونوا ما اعتبروهم احترموهم اهتموا فيهم تابعوهم، لأن كل إنسان عنده مرشد روحي بحياته، لازم على كل إنسان مؤمن يكون في عنده مرشد روحي بحياته، إن كان بكرسي الاعتراف، إن كان مثلا كاهن بحبه بحترمه يلجأ له في حال إنه عنده تساؤل، في عنده بده يسترشد منه بموضوع وقع في خطيئة بده يعترف له بالخطيئة، فكل إنسان لازم يكون له مرشد. والمسؤولية أنا بحكي موضوع المسؤولية، نحن احنا انا وابونا جورج عاملين مسؤوليتنا في موضوع التلمذة وارشاد الاخرين بحكم موقعنا، ان كان ابونا اكيد بالوعظات بالوعظة انت ترشد والمؤمنين اللي بيصلوا، وانا بحكم كاعلام وهالمنبر الاعلامي ان لما بنعطي هالكلمة احنا ما بنعطي الكلمة يعني من فراغ، لكن نسترشد ايضا بالكتاب المقدس وتعليم الكنيسة، وايضا مما خبرنا وسمعنا ودراستنا اللاهوت اللي درسناها، فاحنا كمان عم نساعد الاخرين انهم يسترشدوا ويعيشوا حياتهم الايمانية للنهاية، انه نمشي حسب مشيئة الله في حياتنا. يعني جميل. انا بشبه الجنينة العطر وهي فاضية قبل ما يعبوها ولا إلها أي قيمة. نعم. هي قيمتها بنوع الماتيريال تاع المادة تاعتها، إذا كانت من ماركة عالمية ولا كانت ماركة بسيطة، ممكن يكون حقها 300 دينار وممكن يكون حقها دينار على البسطة. نعم. حاطينها، فهي هاي علبة هاي الجنينة، إذا سميناها الجنينة أو الزجاجة. نعم. بالضبط. هي مش بخارج، هي بنوعية الماتيريا اللي فيها من جوا، وبالتالي كان حضرتك أو أنا أو حتى كل الكهنة إحنا
نستلهم الله نعمة الروح القدس اللي بتحل في جسدنا بداخلنا اللي بتخليك تحكي هذا الحكي. وبالتالي الأخوة المشاهدين هم مش عم بسمعوا باسمة ولا عم بسمعوا أبونا، هم بيشوفوا مشيئة الله إنه هاللحظة هاي مش صدفة إنه الدكتورة حكت هذا الكلام، عشان هو قاصد ربنا يوصل إليك أنت المشاهد اللي عم تستمع باللحظة هاي هذا الكلام يعطيك هذا العزاء. اليوم ليش كنايسنا بطل عدد المؤمنين نفسهم المسجلين كمسيحية هم اللي بالكنائس؟ بمعنى تاني اللي بنشوفهم بأحد الشعانين وبالأفراح وبالأتراح ما بنشوفهم كل يوم أحد بنفس كثافة العدد هم الملتزمين. ليش؟ لأنهم ضيعوا القدوة. القدوة بالنسبة لنا واحد بس هو يسوع المسيح، ولكن إذا أنا بشوف أبونا جورج شرايحة قدوة لإلي وبمشي وراه عشاني أنا مرتاح لأبونا جورج بحياتي، إلا ما يغلط أبونا، هذا مش ملاك. بس أشوفه بغلط يقول إيه هذا الخوي اللي كنت مفكره منيح وكويس صار معه واحد اثنين ثلاثة أنا بطلت أصلي. إيه دكتورة باسمة طول اليوم بتحكي وهذا وبتساوي، هذيك اليوم شفتها وهي معصبة حكت هيك وعملت سوت هيك، كانت لابسة هيك كانت طالعة هيك. يا عمي مين قدوتك؟ الدكتورة ولا الأبونا ولا الراهبة ولا؟ عشان هيك لما بنضيع البوصلة، البوصلة هي اللي بتوصلنا اتجاه واحد هو يسوع المسيح، هو اللي بيخلينا، هو بوصلتنا. وين بيكون بوصلة قلبك؟ اليوم اسأل حالك أخوي المشاهد أختي المشاهدة، اليوم اسأل حالك قلبك وين بوصلته؟ أنت شو اهتماماتك بالحياة؟ وين بتضيع وقتك؟ وين بتضيع أهم حياتك؟ وين الإشي اللي بيخليك تحس بالشغف، شغف حياتك، انبثاق السعادة من داخلك؟ وين عم بتلاقيه؟ بالرياضة، بالمسبح، بالجيم، بالموسيقى، وين بتلاقيه؟ وهذا كلياته جميل انه الواحد يفتش عن شغفه بالحياة، ولكن الاجمل انه يكون تحت بوصلة يسوع المسيح وتميز، انت يكون عندك القدرة تميز انه كيف 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 تكون الرياضة صح، كيف تكون الموسيقى صح. في موسيقى بتجيب خطية، في رياضة، معقول أبونا في رياضة بتجيب خطية؟ طبعا في رياضة بتجيب خطية. إذا أنت ما عرفت تمارس هاي الرياضة بالمكان المناسب وبالشكل المناسب وبالمجتمع المناسب وبالثقافة المناسبة، في رياضات عم بيشوفها بدول قطبية بتكون التزلج والهذا بيشوف ما بتقدر تعملها بعمان، ما بتقدر. في لبس للبحر مناسب وغير مناسب، هذا اللبس نفسه تروح فيه على المول اللي بتشوفه بالبحر هذا إشي طبيعي، لما بتشوف نفس اللبس ونفس الشخص بتشوفه بالمول بتحكي إنه هذا شخص مش مزبوط جاي بالمكان الغلط. زي دائما بحكي مثال بسيط للصغار، حتى بحكي إنه أنت إذا مسكت صحن الأكل وأخذته بدل ما أكلته بالمطبخ بصير تأكله أنت في مكان ثاني، يسمح أنك تكون في مكان ثاني، ولكن حسب الجو العام والإطار العام اللي بيخليك أنت تأكل صحنه بالمطبخ بس ما بتقدر تأكله بالحمام. صحيح أبونا، داهمنا الوقت مع أنه إحنا بلشنا متأخر، لكن بعتذر مرة ثانية عن التأخير في حلقتنا لأنه كان في مشاكل فنية بموضوع الإنترنت. على كل حلقتنا رح تكون نبثها مرة تانية كاملة على يوتيوب موجودة، فاللي فاتوا يكمل معنا، خاصة اللي متابعين على صفحتنا على فيسبوك بيقدروا يتابعوها مرة تانية الحلقة كاملة. هلأ رح ننشرها، وبشكر كل الأشخاص اللي تابعونا على التلفزيون. التلفزيون كان البث متواصل، لكن الحمد لله على كل شيء. ايش بدنا نعمل احيانا؟ اشكره في كل شيء. نعم نشكر الله على كل شيء، احيانا نقع في هذه المتاهات التقنيه، لكن طبعا احنا سعدنا كثير بوجودكم ومشاركتهم، وخاصه الاشخاص اللي بعثوا لنا صباحاتهم، سعاد الميخائيل وام طارق جمه وايفون حتر وماريا وأيضا كل الأشخاص اللي تابعونا في بداية حلقتنا وفقدناهم عشان الانقطاع البث. على كل بتمنى أنه حلقتنا نالت إعجابكم بهذا الموضوع مشيئة الله، وأن تحققوا مشيئة الله في حياتكم مثل ما الله يريد. في النهاية نحن مدعوون جميعا نكون قديسين كما أن أبانا قديس قدوس، وأيضا للملكوت السماوي في المجيء الثاني. فنأخذ البركة وننطلق بسلام.
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله، صباحكم نور وإلى اللقاء. أعجوبة لليومير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي لليومير، نور ساتي لليومير، نور ساتي لليومير، نور ساتي ترنم صلواتي لليومير محبة وخير. Sir.